بالنسبة للتكنولوجيا، كان في امبارح مائدة مستديرة حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة. شاركت فيه الدكتورة دينا أيمن، أستاذ مساعد بجامعة نيوجيرسي ومدير برامج بشركة مايكروسوفت، وكان لنا هذا اللقاء معها. أنا اتكلمت عن two topics. أول حاجة إزاي نجهز جيل مستعد للتكنولوجيا والتطور التكنولوجي، فاتكلمنا ازاي نرتب او نصنع جيل قادر ان هو يبتكر، فمش بس جيل مستهلك للتكنولوجيا، يكون جيل مبتكر للتكنولوجيا. علمه ازاي يعمل بحوث لاي حاجه هو محتاجها، علمه ازاي يطور من تكنولوجيا للحياه اللي احنا فيها، لان بفكره منه ممكن يغير العالم كله. واتكلمت برضو عن الميتافيرس، ازاي ايه هو الميتافيرس؟ هو عالم افتراضي عن طريق الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. فايه هو تعريف الميتافيرس وايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها في التعليم وفي الرياضه وفي المجال الاجتماعي؟ النقاش كان داير بازاي احنا هنستخدم ده في التعليم، واكتر حاجه كنا مركزين عليها في السيشن بتاعتنا النهارده مع معالي الوزير التعليم، وقد ايه ده مهم ان هو يخلق جيل قادر ان هو يواكب التكنولوجيا الموجوده بل يطورها، وازاي استخدمه في سبورتس. ممكن ده يخليني مثلا لشخص عنده اعاقه ان هو يمارس رياضه في عالم افتراضي ممكن صعب عليه ان هو يعملها. فكنا بنتكلم عن اليوز كيسز بتاعتها وازاي تكون سهله وسكيور.